الشعب التونسي حر حر. أحياكم يا هموم يا سلطان، ما عندناش باب وما عندناش باب ونسكن في بيت واحد.
اللي بابا نزلت لنا دار محلنا قريبة من الجزيرة، وهنا عمري 13 سنة، رحت 5 مرات نقرر ونقرأ ونوكل نركض نلبس ونعس، وفي الوطن الروعة والطيور خديجة أمي. الثورة عملها كيف دار يزهر المعمل بن سعد من دجل الرفاع وعطوتي الترقيب ولاية سيد بوزيد طلع الدونتيست دوز الجبال ديزاينر مونتور جينيست 4 أسامي وممثل. دوز الجبال ديزاينر مونتور جينيست 4 أسامي وممثل. لا ملة يعملوا العار يحشوا فسلة سر
الأخت الكريمة وسعد الصديقة زميلة المناضلة رفيقة المعبة هذيا. بون داكور نتفق معاها على حاجات. مي بون أوني با إكزاجير كوميم أوني با سو بوان. ها يا أخي شنو الفرق ما بينا ما بين الأخرين؟ مانا شعب يقول الشعوب هما عندهم خصوصيات وهم عندهم خصوصيات. هي عادية جدا 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 جدا. راك شوف كيفاش يحكوا لكم؟ كيفاش يحكوا لكم؟ مانا شعب عادي غير اكسبسيوني متكون من افراد عاديين غير اكسبسيوني. ها انا مثلا قدامكم فرد من افراد الشعب هذا عادي غير اكسبسيوني. اسمي يسر غير اكسبسيوني. En biologie, et sous notre paradigme, rien d'exceptionnel. Rien de plus style ou par carte de l'État-Unis du Canada. Bon, Montréal, rien d'exceptionnel. Par carte de France, à l'Antibélis, rien d'exceptionnel. Jacques Tounes, maître de maître de conférence agrégée à l'hôpital universitaire, fille pasteur. Bon. Rien d'exceptionnel. Bart, dernièrement, j'ai été à l'école de l'Espagne, j'ai été à l'école de l'Espagne, je trouve un chat à l'Espagne. Bon, rien d'exceptionnel. J'en ai profité de faire un tour en Andalousie, bon, Cordoba, Barnata. Rien, vraiment rien d'exceptionnel. Ah, vous êtes à faire une photo. Bon, dites photo argentique ou pas d'avoir, vous aurez une arme numérique. D'ailleurs, un appareil photo, Canon, EOS, D5, 22 à 23 millions de pixels. Exceptionnel. Hein. Et puis, j'ai des images de rencontres photographiques, Jelba, Ramel Melah, Gafsa, bref, comme je voulais, rien d'exceptionnel. Un arme à ça, c'est là. Bon. رياضة إكسبسيونيل. شفتي برشا أعمال فنية منها المسرحية هذيا اللي تراوي فيها المثل. رياضة إكسبسيونيل. المسرح ما بيرمي دو كوتوايي دي زارتيست دو تو جونغ فنانين كوميديان. رياضة إكسبسيونيل فريمون كيما تشوف حياتي عادية جدا. رياضة إكسبسيونيل. ربي هكا ظهر شنو؟ حياة عادية جدا رياض اكسبسيونيل. اعمل عقلك يا بنتي ثبت. هذا كله بتلاقي رياض اكسبسيونيل. يوسف اسمك يوسف. اي رياض اكسبسيونيل غير كسر حيزية. Thank you.
كان الحوار باش يتم كالاتي. يسرى كانت باش تقول المراه المراه نحنا قررنا ما عادش نحكيو على المراه. جاوبها فاطمه. عيفتونا في المراه ترهتونا فيها. تدخل زهرة. هيدا المشاكل مدلتله يا خويا. ما لقيتو كان موضوع المراه اللي باش تحكيو فيها برا واختاروا موضوع اخر يا خويا. وتتطور الاحداث حتى ليل. اما استنى اللي يقول كلمه هكا ولا هكا على المراه نحنا نيقفوا له كيشوكا في حقه وبالحجه وبالبرهان وبالوفاء وجمع الناس العالميه والعامستي انترناسيونال وحتى الاضراب. هذا كل كان باش يتم في جو من الانفعال والتوتر وكنا باش نقوموا من بلايصنا ونقدموا شويه قدام وتتطور الامور وتاخذ مجرى اخر. الا ان احنا قررنا اللي باش نعبروا على موقفنا بكل هدوء وفي كلمتين باش نقولوا لكم رانا ماناش باش نحكيو على المراه. مش على خاطر هو موضوع ماهوش مهم، اما يظهر لي فما مواضيع اكثر اهميه نجمو نحكيو فيها توا. دونك المشهد هذايا ماناش باش نعملوه. شنو ربطو؟ بعد الموسيقى والشطحه ونجمو حتى نستغناو عليهم ونقترح نسمعكم حوار مسجل دار بيني وبين والدي. تفضلوا نسمعوا. بنت الفتره شنو هي وقتها؟ تاريخ من سنة 1951 إلى حدود 55. شو كان يصير وقتها؟ كان يصير الاعتداء في الحزبين يجبد الطلبة ليه باش ما يعارضوش إذا كان قاموا بعمل من الأعمال بالتعنيف كانوا بالضرب وصل حتى القتل والاعتداء على السادة وعلى الطلبة باعتبارهم معارضين للحزب والحزب يريدوا احتوائهم لصفهم. وشكون كان تقوم بها العمليات هذه؟ ميليشيات ميليشيات تابعة لسياسة الحزب الحر الداخلية تونس. احكي ما تحكيش بالعربية برك. باش من الاعتداء على الطلبة وكل ما خايف رايح حتى على النخبة المثقفة ومنها الاعتداء اللي طلع على العلامة المرحوم الشيخ محمد فاضل العاشور والشيخ المختار المرحوم كناش العامة على التتون. ورغم الأوضاع المتوترة والخوف والخوف من الاعتداءات كنا نمشوا إذا كانت المسرحية نمشوا للمسرح نمشوا للحفلات الفنية. نحن نخرجوا نمشوا للمسرح باعتبار المسرح يثقفنا ويهذبنا وكنا ما نمشوش فرات نمشوا جماعة خوفا من الاعتداء. تمشوا كان المسرح بركة؟ لا نمشوا المسرح ونمشوا للحفلات الفنية ونمشوا للسينما وسائل الثقافة نمشوا باش نثقفوا روحنا هذيك تاكل التعليم اللي نحن ممثلين. وكيف ثم خوف؟ ثم خوف ولذلك ما نمشوش الفرات لابد من كل مدرسه نمشوا منها ست سبع مع بعضنا وربما نحن في ايدينا ما ندافع به ما نتحصنوا به وربما ندافع به عن انفسنا وقت اللي يعتدوا يوقعوا الاعتداء عليه. المسارح كانت مليانه؟ المسارح كانت موجوده مليانه بالمواطنين وخاصه والطلبه وكذلك الحفلات الغنائيه اللي كانت تم وكان دي الحفلات من الشرق وكل الحفلات التونسية وكل المناسبات الشعرية ولا الأدبية ولا السياسية كنا نحضر فيها رغم كل شيء باش نكونوا أنفسنا كنا نزيدوا نسمع ثقافتها توسع نعرفوا ديرها دراسة تعملوا دراسة على هذيك المعهد والمكتب وغيرها ثم دراساتنا الأخرى نستخدموا ثقافة شو اسمها الكلمة المسألة الثقافية اجتماعية وسياسية باش نكون باش نكون بعد مؤهلين باش ناخذ دورنا في المجتمع. دونك جيت عملت مسرح وكي عديت التيست ونجحت روحت لداري لقيت الناس يقول
زرقاء في الرقبه بالجمعه مكتب الكت سر بيض واحمر. الحكايه بدات مع اختي الكبيره، كانت كل ما يسالها حد شنو تحب تطلع كانت تجاوب فراشه مذهبه. شافتها مره بروش معلقه في صدر وحده قبلنا في عرس، عدت سنين وهي تتخيل في روحها فراشه مذهبه برصها بالفصوص زي الديكولتي ولا نجاح تاع مديرة بانكا. خويا اللي جنبها كان ديما يحلم بروحو نجمة، صيف ولا شتاء يعدي الليل وهو فوق السطح يتفرج في روحو نكتة تضوي من بعيد. ما يهبط الدار إلا ما يطلع لبابا وتايو في يدو، يدخل الدار راسو طبس وشلاكة النيلون تاع أمي خالطة في جرتو. أختي الوسطانية كانت ديما تحلم بروحها سامية جميل. عدت سنين وهي تتخيل روحها سامية جميل، كانت تتخيل اللي سامية جميل مهنة يخدمولها بالدبلوم بعد البارك. إلا رغم أنها هي كانت ما تعرفش تراعش شعرها أحرش ما يطويلش وسمينة، إلا أنها كانت متأكدة أن شوية متابرة ودعم عائلي كانت تنجم دخلت للبوست تاع سامية جمال كمهنة قائمة الذات. وبابا عاد كيف تولد بيه المدة مشي باع التلفزة وفلوسها شري موبيلات خردة يمشي بيها للخدمة، ونهار لحد يوصل بيها أمي للحمام. وتوا كيف كبرنا اختي مدام باترفلاي ولات سيرفايونت مسلمه في كوليج عندها الحساسيه بالشوكولاته. خويا النجمه بعد ما حرق ايطاليا روح وحده وحده ويخلي يخدم في معمل الكوكا، مرته طلقته على خاطر فاقت بيه، وخلاف اللي هو ما يرقد كان بالضو يشحن فاقت بيه اللي عنده زوز صغار اتوامى لمرته طليانة كارلو علي وأوتجينيو أمام الله. وأختي سامية جمال ولات شؤون المنزل سمينة ومتحجبة، مظلات كان بعد 5 سنين، وفي رمضان ما تشق فطرها كان على كيس وزارة بارد. وأنا الحوتة الصغيرة وليت ممثلة. كما تراو في الاخر طلعنا عائلة تونسية عادية جدا.
تتفشى انفحال. توعي في عيني كبتها كالعادة شدها بالحشمة محسوب اللي مش يجي بالحرام اللي كله كيف كيف
الدبلوم تاعها يقفوا في كابوسان ويحلموا ويخططوا للمستقبل اللي يستنى فيهم. هو تجيه كرتوشه في الراس من عند قناص يموت على البلاصه، هي ان هي العصبيات تسكر على روحها، ما عاد تحب تشوف حد وما عاد حد تحب يشوفها. وحاليا تخمن في زوج حاجات، الانتحار او لبس نقاب. السيد اللي امامكم رئيس مصلحه ذو نفوذ، زوجته استاذه فيزياء في معهد نموذجي، قاعد في جلسه حميميه مع عشيقته الانسه اللي امامكم. هو قاعد يقول لها في قلبه: ما بنك، ما حلاك يا سخطة. جاوبته هي في قلبها هكا بتبسيمة زعبانة، قال لها هو في قلبه: تيجا تيقرب عاد، تيهي يقرب شوية. قالت له هي في قلبها: تي شنو عاد، وقتش مش نقلني طوى هكا طرداني طيشة نقري في دشرة. قال لها هو بعد ما تملل هكايا في قلبه: تيي تهنى تهنى امور في الجبل. بعد قرصها هكا من خدها اليمين ترميت هي في قلبها على صدره، قال لها هكا وشفشلها في قلبه وقال لها: هيا هيا شنو رايك تطلع معايا دول البرتمان في قلبه بيان سور. هيا نطت عليه يدها في قلبها وقالت له: احنا تفهمنا عن نقل قبل. هو في قلبه تغشش، خزر من الموجيلة جبت بورتابلوي وقال لها: اسمع اسمع اسمع. قالها في قلبه: انا راني طبعا عندي اجتماع مهم في دار الحزب ويزمني نمشي. في قلبه بيان سور هو بعد هذايا هز روحه ومشي. قعدت هي الانسة هذيا كملت زعقت كاس الجوي بتاعها، تلفت تجري خطت على اول مواج باش تمشي تقلي في الدشرة بتاعها. اما هو السيد هذايا هاوكا توا مطيش محشي في قلبه. على يميني مرأة تونسية 50 سنة تخي تخي زونجاجي، على يساري راجل تونسي 60 سنة تخي 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 زونجاجي. تفضلوا اسمع اني لا هو اساس الحياة هذايا، علاش ما نجيبش حاجة يعملوا كشكاش يتمشوا مع بعضهم. وكان
بتاعه حكيكة بتفوتوش النجمة وقت هي تبدأ ماشية مش تتخطر وترتاح. وبدأت رحلة البحر فماش ما تظهر هالنجمة. وبدا الوليد هذا يستنى يمشي ياكل حاجة ويرجع يستنى. ومرة وقت الشمس طاحت وفما نكتة تلمع في السماء فراح الوليد قال هيك هذيك هي النجمة نتاعي. بدا عاد مرة ينقز مرة يحب يتشعبط شجرة يحب يمسها وهو فرحان ويمني في روحه كيفاش النجم يخلط لها النجمة. قبل ما نقدم لكم في القصة فما سؤال بريء طرحه عليا ولدي قال لي ويني ماماتو هالوليد هذايا. بالفعل وقت اللي نشوف انا القصة من اللون لا نشوف لا امه لا ابوه لا حتى حد ينجم يعكر له سطو حياته بحيث نشوفوا هالوليد هذايا مركز على ريحته ومكرس وقته خلال هالقصة الكل كيما تشوفوا لحكيته مع النجمة. هو لو كان نحط الوليد هذايا في بيئة أخرى ممكن مثلا ما تختلف الامور شويه مثلا بيئه تونسيه الوليد هدايا التونسي تاعنا يبدا قاعد على ريحته وسارح مع جيناته واذا امه تحل الباب بالقوي يتفجع هو تقول له يعطيك سخط على مخك فاش قاعد تعمل بربي بربي قولي فاش قاعد تتفرج يا هم. واذا هي ام حنون تقول له انت توا تصيح يا سخطه تتكسر لي وتقعدي معاه نقعد طول حياتي وانا معادي فيه. واذا هي على اعصابها شويه نجم مجموعه من العبارات تقبيله على الحواس نتاعو ضربه واحده في كوكتيل هكا متنوع من يعطيك عمال في عينيك قصه في لسانك ترش في وديك كسره في يديك حاسه في هيك الثقيل وتنجم تلخص المقصود نتاعها الكل في ان شاء الله تموت ونرتاح منها. ومعاناتها في ساعتين الرايق ساعتين المكبول هل لديك هو الغرف شو هو هذا مين أنا مين مش تتعور شحنه ونكمل الحكايه.
كيكا خاطر هذه زعما تخلق إيلو عاد كويت جديد في الحكاية. وهو كيكا قعد له بلايد يستنى يتمشى على البحر يستنى وما هوش مسلم، وإذا بيه يشوف في غفلة تاع نجمة في العلمة ما تزيد باش يمسك النجمة هذيك تفرق لنا بين يديه. ما أياسش بلايد وقعد يمشي ويجي يمشي ويجي، إذا بيه شاف نجمة تاع بحر فرح نقز طار بالفرحة قال هذيا هي هذيا هي النجمة كيما ما أنا بالضبط فكرت فيها وحلمت بيها. هذيا النجمة تضوي هكا لونها أصفر هذيا باش تولي صاحبتي. شد النجمة من يدها وتعدي وماشيين مع بعضهم حتى لين فات الحكاية. الحكاية توفى هنا باش نخليكم انتوما تفكروا في الموعظة تاع هالقصة البسيطة تاع وليد يحلم هاو تو كاتش ستار واللي هو كان العنوان اللوناني تاع المسرحية نتاعنا وحكايتنا طابة طابة.